بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيختنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين وبأسانيد والدتنا حفظها الله تعالى، إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد والدتنا حفظها الله تعالى، إلى مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى للعلامة الزبيدي رحمه الله، قال: كتاب الأشربة، باب قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتم منها حرمها في الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وعنه في رواية: ولا ينتهب نوبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. باب الخمر من العسل وهو البتع. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب عالم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. باب الانتباه في الأوعية والتور. عن أبي سعيد الساعدي رضي الله عنه أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قال: أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية، قيل له: ليس كل الناس يجد سقاً، فرخص لهم في الجذع غير المزفت. باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وأن لا يجعل إدامين في إدام. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة. باب شرب اللبن وقول الله تعالى: من بين فرث ودم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي منها، قال: والشاة الصفي منها، تغدو بإناء وتروح بآخر. باب شوب اللبن بالماء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. قال: عندي ماء بائت، فانطلق إلى العريش. قال: فانطلق بهما، فسكب في قدح، ثم حلب عليه من داجن له، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الرجل الذي جاء معه. باب الشرب قائما. عن علي رضي الله عنه أنه أتى على باب الرحبات فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحد من يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم.
باب اختناث الأسقية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني الشرب من أفواهها. باب الشرب من فم السقاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو قال السقاء، وأن يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في داره. باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. باب آنية الفضة. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سقيبة بني ساعدة فقال: اسقنا يا سهل، فسقيتهم في قدح. قال الراوي: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه، ثم استوابه منه عمر بن عبد العزيز فوهبه له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان عنده قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، وكان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. قال: كتاب المرضى. باب ما جاء في كفارة المرض. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفاتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء أو تكفأ بالبلاء. والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. باب شدة المرض. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. باب فضل من يصرع من الريح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لبعض أصحابه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: إني أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. باب فضل من ذهب بصره. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهم الجنة يريد عينيه. باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع أو وارثة أو اشتد بي الوجع. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة رضي الله عنها: وثكلياه، والله إني لا أظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك ولو كان ذلك لظللت أو لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه لقد هممت. أو قال: أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون. أو قال: يدفع الله ويأبى المؤمنون. باب نهي تمني المريض الموت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وعن خباب رضي الله عنه أنه اكتوى 7 كيات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيا فلعله أن يستعتب. باب دعاء العائد للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال: أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما. قال: كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. باب الشفاء في 3. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الشفاء في 3: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي. باب الدواء بالعسل. وقول الله تعالى: في شفاء للناس. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقيه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقيه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقيه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقيه عسلا. فسقاه فبرأ. باب الحبة السوداء. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قال: قلت: وما السام؟ قال: الموت. باب السعوط بالقسط الهندي والبحري. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفياء يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. وباقي الحديث تقدم. باب الحجامة من الداء. عن أنس رضي الله عنه وذكر حديث: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة تقدم. وقال هنا في آخره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتوي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي وليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، ففاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنوا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية.
فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. باب الجذام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. باب لا صفر ووداء يأخذ البطناء. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: قال أعرابي يا رسول الله: فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيدخل بينها البعير الأجرب فيجربها؟ قال: فمن أعدى الأول. باب ذات الجنب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحومة والأذن، فقال أنس: كويت من ذات الجنب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. باب الحمى من فيح جهنم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبرد بالماء. باب ما يذكر في الطاعون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. باب رقية العين. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترق من العين. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النضرة. باب رقية الحية والعقرب. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. باب الفأل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخير الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. باب الكهانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. باب إن من البيان سحرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو قال: إن بعض البيان سحر. باب لا عدوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث. وعنه رضي الله عنه أنه قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. باب إذا وقع الذباب في الإناء. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحي شفاء وفي الآخر داء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل شيختنا. طيب، كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. باب البباب البرود والحبرة والشملة. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله حين توفي سجي ببرد حبرة. باب الثياب البيض. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعين اللتين تليان الإبهام. قال أبو عثمان: فيما علمنا أنه يعني الأعلام. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. باب النهي عن التزعفر للرجال. عن انس رضي الله عنه انه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل. باب النعال السبتيه وغيرها. وعنه رضي الله عنه انه سئل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. باب لا يمشي في نعل واحده. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي احدكم في نعل واحده ليحفيهما جميعا او لينعلهما. باب ينزع نعله اليسرى. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نقش خاتمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: إني اتخذت خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على نقشه. باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا. باب تقليم الأظفار. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. باب الخضاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. باب الجعد. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسابط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين، لم أرى قبله ولا بعده مثله، وكان بسط الكفين. باب القزع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع.
باب تطيب المرأة زوجها بيديها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد، حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. باب من لم يرد الطيب. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. باب الدريرة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بدريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. باب عذاب المصورين يوم القيامة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. عن وباب نقض الصور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. وزاد في رواية: فليخلقوا شعيرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم.